تعرفوا مين أكثر حيوان شجاع؟ الأسد. والأسد. الأسد أكثر شيء بيحكوا عنه دائما الصفة اللي بتيجي مع الأسد إنه إيش؟ عشان القائد شجاع صح؟ تعرفوا شو مكتوب عنه في أمثال 30-30؟ لا. بقولوا عنه إنه الأسد هو اللي ما في حدا بيقف قدامه. وأنا دولكم شغلة، رامي أبوكم كان صاحبي وأعرف، وكان رامي شجاع زي الأسد عشان أكتر حتى وأكتر حتى. برافو عليك، كان كتير عنده شجاعة، وهذا الإشي يعني إحنا تعلمنا منه أشياء كتير. قلينا إحنا تفضل. أنا بابا رامي ما أتكد عمري عشر شهور، لما كبرت عرفت إنه بابا مات زعلت كتير، بس ما عرفت إنه هو مات عشان يسوع. انبسطت وحسيت إنه أنا حق من الفرح. في ناس كتيرين بموتوا عشان خاطر هم بموتوا، إما بكونوا عيانين أو كبار في العمر، بس أبوكم مات يعني بفخر إنه مات عشان خاطر يعني يسوع، وهذا إشي يعني كتير كبير. ويسوع كتير مات بعمر صغير. ومات بعمر صغير صحيح. قبل ما بابا مات بيوم حلق لي شعري. هو حلقه ولا اخذك على الحلاق؟ هو حلق. لا، اخذنا عند الحلاق. ايوه صح. قام المئات من المسيحيين والمسلمين بالتجمع أمام كنيسة الروم الأرثوذكس لحضور مراسم تأبين شهيد المسيحية والخادم العظيم رامي خضر عياد الذي استشهد عن عمر ناهز 30 عاماً، وذلك في 7 أكتوبر 2007، حيث وجد رامي مقتولاً جراء إطلاق نار مباشرة عليه في مدينة غزة التي كان يعمل موظفاً في المكتبة المسيحية الوحيدة فيها. تم اختطاف السيد عياد من قبل معتدون مجهولون في حدود 4:30 مباشرة بعد إغلاق مكتبة جمعية الكتاب المقدس، منهيا عمله في ذلك اليوم. على الساعة 6:30 إلا هيك شيء اتصل فينا هو. أنا ممكن أتأخر ساعتين يا أمن بشوفه حد بعدين. بعديها فش تلفونات ولا اتصالات وفصلوا الجوال. أعلمت الشرطة بحالة الاختطاف، وفي صباح اليوم التالي 6:30 تم العثور على جثة رامي عياد في حي الزيتون. حزننا الكبير على من قام بهذه الجريمة النكراء، وأنا أؤكد أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع من قام بهذه الجريمة النكراء. كان قد مضى 6 شهور على تفجير المكتبة من قبل بعض المتطرفين إلى أن تمت عملية القتل. أفادت عائلة السيد عياد وزملائه في العمل بتلقيه تبليغات بالقتل مرات عدة، طالبين منه أن يوقف نشاطاته المسيحية من بيع وتوزيع للكتب المقدسة والكتب المسيحية في قطاع غزة. بنعتبر اللي صار لرامي مثل ما حكى الرب يسوع، حيجي اليوم واللي بقتل أولاد الرب وكأنه بيقدم خدمة لله. لم يتبنى أحد عملية قتله منذ ذلك الوقت، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. رحل رامي عياد تاركا خلفه طفلين لزوجته الحامل. أنا لما استشهد رامي كان لنا 5.5 سنين، يعني الفترة اللي أنا وياه عشنا مع بعض. استشهد رامي له 8 سنين تقريباً، يعني بدك تحكي عن أنا قبل 8 سنين. بولين بلا خبرة، كنت لسه في بداية تأسيس حياتي أنا وياه. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لإلي إنه لما ساعة ما سمعت استشهاد رامي، وخاصة الظرف اللي استشهد فيه كان كمان صعب. كنت أنا في ضياع، ما كنت أنا في حالة اكتئاب، مريت شعرت بالخوف، شعرت إنه أنا ما فيش إلي حياة بعد ما هو مات رامي. طب أنا ليش بدي أعيش؟ يعني يا رب أنت أعطيتني مسؤولية أكبر مني. يعني بدي أعرف ليش هم قتلوا جوزي، ما يخلوش بنفسياتهم ولا عاطل مع حد ولا أزحد. ليش بدهم فيه؟ ليش بدهم فيه؟ بس يحبوا ليش بدهم فيه؟
أنا أقول لك إنه بيوم وليلة إنه شخص قتل رامي وأذاني وغير حياتي، يتم أولادي، أنا صرت أرملة بعز ما العز اللي أنا لازم أكون فيه أنا ورامي، هذا مش سهل. وواجهت كره لهدول الأشخاص كتير. تذكر جورج لما كان أبوك يحملك معه، أنا بتذكر قديش كان وين ما يروح أبوك بعد ما يروح من الشغل كان طول الوقت تكون أنت محمول معه، كان طول الوقت يصورني. فعلا صورة اللي هو في البركة كان جورج يبكي وبابا حامله، كان خايف من الماي. كنت ولد صغير، قديش كان عمرك جورج؟ لممات بابا سنتين ونص. واو. أنا 10 شهور. 10 شهور وسام صح؟ قبل ما كنتش عارفة، بس ماما حكت لي كل شيء، ويعني ماما عرفتني عن بابا وكل شيء، يعني حكت لي عنه. أبوك راح عند يسوع على السماء، أنت وين كنتي؟ بطن ماما، وسموها سماء عشان بابا بالسماء. بالضبط، أنا بتذكر بولين قالت إنه بدي أسمي بنتي سماء عشان رامي في السماء. فأنا مبسوطة إنه ماما سمتني سماء عشان بابا في السماء. وبابا مبسوط، بابا مبسوط في السماء مع يسوع. بحبك يا بابا. كلماتك مؤثرة يا سماء، أنا كثير مبسوط إنه أنت بتفكري بهذه الطريقة كمان. إيش مالك وسام؟ حبيبنا وسام عادي هيك لما يتذكر بابا. حبيبنا وسام، إحنا وسام وسام أنا بعرف قديش الإشي هذا يعني بيعني لإلك أشياء كتير. حبيبي وسام، وأنا بقدر يعني هذه الدموع اللي أنت بتحطها. حبيبي وسام، تحب أنت وسام، بتحب أنت تحكي إشي؟ إحنا أولاد رامي وكمان أولاد حدا. مين؟ يسوع. ما لقيت حالي غير اني انا اتجه للرب في ذاك الوقت، اصرخ له اقول له يا ربي ليش عملت فيا هيك، يعني حكيت له شو في قلبي من تذمر، اتذمرت لانه اشي انا كنت رفضاه. كنت رحت ابكي له اقول له يا رب ليش انا بالذات، يعني يا ربي ليش انت اخذت رامي مني في هذا الوقت. دائما كانت عيني في رغم الألم تتجه إلى الله، كان عندي هدف واحد اللي هو يسوع المسيح. لما كنت أنا أبكي أصرخ كنت أسكر بابي وأصرخ للرب. كنت إنسانة مصلية، كنت دائما أصلي، أحكي مع الله، أخذ أوقات كبيرة أطلب من الرب آيات من الكتاب المقدس إن هي تعطيني دفعة للأمام. علاقتي مع الله في هذه الفترة من خلال الكتاب المقدس، من خلال الآيات، هي اللي خلتني أقدر أني أنا أتخطى الصعوبات. ما بحكي أنه أنا اتخطيتها من أول شهر، من أول شهرين. الرب كان معي صبور. احنا قلنا عنه أنه هو أسد وشجاع، بس تعرفه وبطل، وكمان كان أسد، بس كان أسد مبتسم، كان عنده سلام جواته، يعني قلبه أبيض، كان قلبه أبيض بالضبط. وكان أنا يعني بعرف وقديش كان دائما يحكي نكات وكان يساعد وكان دائما مبتسم. طلع له لما كان يدخل على قعدة رامي كان يقلب القعدة كلها، يعني مصر. يغير الأجواء. كان نكون إحنا قاعدين نتحدث في أمور عادية، وكان لما يدخل رامي يعطي فرح للقعدة اللي إحنا قاعدين فيها. كان عنده لما يضحك كان ضحكة وصوتها كتير عالي، كان زي وسام. يعني لكن الرب كان يكلمني في آيات من الكتاب المقدس في ساعة الألم، كلمني في آية، وهذه الآية هي اللي كانت مصدر تشجيع لإلي في المستقبل. يمكن بالأول كنت أنا رافضاها، يعني مش متقبلاها، لكن لقدام أنا عرفت شو معناتها. وأنا ممكن أرى لك إياها من الكتاب المقدس. كان دائما يدافع كان عن المظلوم، كان دائما يعني يحاول انه يعطي كل واحد حقه وهيك، وكان يعني على الحق كان يكون يوقف على الحق، ما كانش يعني يسكت قدام الحق، كان يحاول دائما يساعد اللي حواليه. هي في روميا 8:28 بتقول: ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله
الذين هم مدعوون حسب قصده. يعني هاي الآية بالنسبة لي كانت إنه كل الأشياء تعمل معا للخير. وين يا رب الخير اللي أنت بدك تعطيني إياه من وراء استشهاد رامي؟ طلع يا أولاد كيف الخرفان. هيك إحنا رعية يسوع، يسوع هو الراعي وإحنا الخرفان اللي بيهتم فينا برعانا كل أيام حياتنا، فإحنا مسؤولية يسوع على هاي الأرض. يا طلع أعرفوا أنا مش خايف منكم. خافش من إشي. تعرف أنه كمان أبوك رامي كان يحكي زي خواطر. يعني كان لما يبقى هيك قاعد يعني أو وكان يتأمل أو كان يقرأ في الكتاب المقدس، ولما كان يصلي كان يمسك القلم ورقة أو كان يكتب. أظن في عنا دفتر لكل أيوة كتابته. بالضبط، في كان دفتر كان دائما كان دائما رامي أيوة عنده. بالاجتماع كان يكتب يرسم. صح، على فكرة في واحدة من الخواطر اللي هو كتبها أنا عندي إياها وكتبتها وبحب أني أحكي لكم إياها. كانت اسمها محبة ندية. أقرأ لكم إياها شو كتب، تحبوا تسمعوا؟ اسمعوا شو كان يحكي. أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، وكل خطايانا حملها، وقالنا تعالوا أنا بستنى هنا عند الآب عشان أعطيكم الهنا. إلهنا هو الحب والفدا، هو رب الفدا لما فداني وعلى الخشبة أداني حياة أبدية، وقال لي خود يا حبيبي من إيدي، خود من إيدي لأني أنا فديتك ولنفسي شريتك، شريتك مش عشان تخدمني، شريتك عشان تاخد مني، تاخد مني الحياة وأسقيق المياه، مش مياه الدنيا دية بل مياه الحياة الأبدية، هي دية المحبة الندية، محبة ربي ليا. اجت كتبها هذا أبوك هذا خط بابا، هذا خطي أنا، بس خط أبوك مكتوب في الكتاب اللي هو كتبه وأنا أخذتها منه. يعني سما انت قلت لي حسيت حاجتك تدمعي. انا كنت امسح اول ما حسيت حالي ادمع عشان سمعتي. انا اللي قربت ادمع عشان انت سمعتي كلام بابا. ابوكي كان كاتبه صح؟ يمكن قعدت سنه وانا اصلي والرب كان يعرف قلبي والرب كان يكلمني من خلال الكتاب المقدس. فرجاني أول إشي إنه فرجاني في آية إنه للحياة له وقت والموت له وقت، إنه هذا الوقت هو اللي لازم رامي يموت فيه. خلال آيات الكتاب المقدس كمان خلتني أقدر إني أنا أغفر للناس اللي هم قتلوا رامي. غفران كانت عبارة عن قرار، أنا قررت قلت يا رب أنا بدي أغفر لهدول الناس، ويكون غفران حقيقي. يوم ما ابني يبكي ويقول يا ماما أنا بدي بابا، أنا ما أتذكرش الناس اللي قتلوا رامي. حكيتوا لي أشياء كتير عن رامي وإيش أنتوا بتفكروا فيه، وهذا إشي كتير مشجع. طب أنا بدي أسألكم سؤال تاني، شو بتحكوا لي عن أمكم؟ أنا 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 شو وسام؟ إنه ماما بتحبني. أوه كيف ماما بتحبني؟ أنا أمي بولين تضربش يعني خفيف عشانها مرت البطل بطلة، مرت البطل بطلة. طيب ايش في ماما متحمسة بدها تحكي، شو بدك تحكي؟ ماما يا ماما احسن يعني. هي منيحة معنا ومنيحة مع الكل، ويعني هي منيحة مع الناس الكل وبتسامح. أيوة وهيك شيء. براو، يعني إشي حلو كتير اللي حكيتيه. طب أنت عمرك حكيتي لها هذا الكلام؟ مش كل يوم. لازم دائما تحكي لها هذا الكلام عشان هي بتنبسط كتير وبتتشجع. ولا مرة حكيت لها؟ لازم تحكي لها وسام. لا سما ولا مرة حكيت لها. لا لازم تحكوا لها لماما هذا الكلام. بقول لك الصراحة سما ولا مرة حكيتها. الرب عن جد أعطاني غفران
لما شافني اني انا جاهزه. الله ما بخليك تغفري لموضوع كبير زي هيك بدون ما انت تكوني جاهزه. بعد 5 سنين من موت رامي قدرت انا اطلق هدول الناس من حياتي واغفر لهم، والحياه اختلفت نهائيا بعد الغفران. يمكن انا كنت انسانه محبطه، هلا انا صرت انسانه سعيده. حسيت انه الدنيا اختلفت معايا، حسيت انه في فرح في قلبي، حسيت في علاقه قويه بيني وبين الله، دخلت في العمق لاكثر بيني وبين الله بعد الغفران. تعرفوا انه رامي وبولين كان لهم دور كتير حلو مع بعض في ايمانهم المسيحي، وكنا دائما نتشجع منهم. بس تعرفوا لما رامي مات، بولين كانت تشعر بضعف وزعلانة. خلال الفترة هذه من وفاة رامي لحديت اليوم، انتوا حاسين انه بولين امكم عمالها بتنمو في ايمانها؟ تحسوا هذا الشيء وعماله بتنميكم مع، برافو عليكم. اول شيء زي ما كانت ضعيفه، ايوه، بعدين شيء صارت بابا صارت نص نص، لا بعدين صارت ثاني شيء ضعيفه قويه. انا بحس انه بولين زي كيف كانت، يعني زي مراحل الفراشه، كيف بتكون اول شيء يرقه يعني هيك ضعيفة شوي، بعدين بتروح لهيك زي في الشرنقة، كيف لما الفراشة بتكون في الشرنقة بتكون هيك مضوية وحاسة بضعف. بس بعدها مع روح ربنا وروح القدس صارت فراشة، صارت تقدر تطير وتعطي ألوان حلوة للناس اللي حواليها. حياة بولين تعمل حياة جديدة معاكم ومع خدمتها ومع بتخدم يسوع، صح؟ وهذا إشي أنا كتير بقدره في بولين، وإنتوا لازم تقدروه كمان في أمكم. يعني أنا هنا شوف واحد هذا يعني بقلك. بعد ما أنا قدرت أغفر وفران كان حقيقي، ساعتها أنا قدرت أخدم بين الصبايا الأرامل اللي عاشوا نفس ظروف حياتي، وهي كانت دعوة من الله. أول ما توفى جوزي بولين أجت عندي على البيت، حبت تتعرف علي. أول إشي كنت كتير متضايقة وزعلانة، كان عندي غضب على ربنا إنه كيف صار معي هيك وليش أنا هيك. بس بولين حكت لي شو صار معها وعرفتني عليها. طيب اليوم حيكون درسنا 6 من نساء الكتاب المقدس، وحتكون اليوم عن بثشبع. بثشبع هاي اللي هي من عائلة بتخاف الله. سن أنا وياها أصدقاء كتير، صلت معي كتير، ساعدتني كتير، واللي بشوف تجارب غيره بتهون عليه تجربته. إنه أول يوم مات جوزيفين قتل، كان في عندي ثورة غضب على الله، لأنه ليش يا الله أنت سمحت إنه رامي ينقتل وبهاي الطريقة؟ كتير مجموعتنا حلوة، بنصلي مع بعض كل أسبوع تقريباً، نتسلى، نعرف بعض، فاهمين بعض. قلت في نفسي: لماذا يا رب نفسي منحنية؟ فقال لي: لا يا بنتي، فأنا ملجأ لك وجناحي مخبأ لك وحصنك الأمين. فوضع يده على كتفي وقال لي: تعالي فلك مني قوة وسترك في الضيق. فنظرت فوجدت بأني ليس بأنا، بل امرأة ملتصقة بربها الحنون، والدنيا مفروشة لي كرمل البحور، بين آهات وأنات وضحكات لي الدنيا كنور، نور يسوع يملأها ودموع عيوني يمسحها،
فوضع كليلا على رأسي وقال لي: لك في الدنيا ما تريدين، بمشيئتي أنا ملك الملوك وبوقتي أنا كل شيء يهون. وسام وسما وجورج كمان، انتوا الثلاث ابطال، يعني انا متاكد انه انتوا لما تكبروا كمان حتكونوا ابطال زي ابوكم وزي امكم. بتعرف اللبؤه؟ اه بعرف اللبؤه، مرت الاسد. ماش بابا الاسد. ايوه ماما اللبؤه. برافو عليك، صدقني انك بتحكي كلام كويس. وانتوا شو بسموكم؟ اولاد ايش الاسد؟ ايش اولاد الاسد؟ شبل. شبل، برافو عليك شبل. وانتوا اشبال، في مثل عربي بيحكي هذا الشبل من ذاك الأسد. لا يسمح لي ان انا امر بظرف انا مش قده. يسوع بده اياك انت كلك بكاملك تروح له بدموعك بضعفاتك بصرخاتك وتقول له: يا رب انا عندك، يا رب انا خاطي، يا رب اغفر لي، يا رب انا مريض اشفيني، يا رب انا تايه وريني وين الطريق، يا رب انا عمالي بمشي في الدنيا وانا مش عارف وين انا، يا رب بين لي وين انا. ندخل في عمق الكلمة عشان نقدر ان احنا نواجه الصعوبات اللي عمالها بتصير حوالينا. منشوف ممكن تقع في تجربة، تقع في اختبار صعب، انت ساعتها مش رح تقدر تتصرف الا اذا كان عندك غذاء كامل.